أما رسالتنا الثانية من قلب العاصمة بغداد ومن على ضفاف نهر دجلة، 4 سنوات وأصحابه مطالبين بالإفراج عنه، ما تركوا شخصا من قياداتكم إلا وطرحوا عليه مظلومية السيد الشريف حسن الدهامي. في البداية يتفاعل ويبدي استعداده للمتابعة الإفراج عن السيد الشريف حسن الدهامي، وبعد عدة أيام يأتي ويقول: هذه القضية كبيرة جدا جدا، لا أستطيع أن أدخل فيها. وهذا هو منوال كل من عرضت عليه مظلومية السيد الشريف حسن الدهامي. ما هذا الخذلان؟ بل والله ذكرتمونا بأصحاب الحسين، قلوبهم مع الحسين عليه السلام وسيوفهم ضده، فالله المستعان على خذلانكم. وحينما تجمع أصحاب السيد الشريف حسن الدهامي قرابة 200 رجل ونزلوا إلى صعدة مجردين من السلاح لعرض المظلومية على السيد عبد الملك الحوثي، تخطفتموهم من الطريق في النقاط الأمنية، والذين وصلوا إلى صعدة داهمتم الفنادق التي نزلوا فيها وأخذتموهم إلى سجونكم، والآن سنة كاملة على سجنهم، سنة كاملة على سجن أصحاب اتهامي المطالبين بالإفراج عنه. ما ذنبهم؟ ذنبهم أنهم نزلوا سلما إلى صعدة لعرض مظلومية على عبد الملك الحوثي، بل وتمادى ظلمكم إلى تحريم أي شخص يطالب بالإفراج عن السيد الشريف حسن التهامي. ما هذا النصب لأهل البيت؟ ما هذا العداء لأصحابه؟ ما هذا الجور الذي اقترفتموه ضد السيد التهامي وأصحابه؟ الشيخ خالد أبو الرجال، يا ظلمة، سنة كاملة وهو في زنزانة انفرادية، سنة كاملة وهو وحيدا في زنزانة مظلمة، ما هذا الجور في الظلم لأصحاب السيد التهامي؟ هذا ظلمكم لأصحابه لأنهم طالبوا بالإفراج عنه، فكيف بظلمكم للسيد التهامي في سجونكم؟